لجميع الطلاب الراغبين في التقديم والحصول على فرصة تدريبية. الآن متاح لكم التقديم على فرصة تدريب من منظمة CRG، تقدم هذا البرنامج للدوليين، طلاب دوليين ممول بالكامل في مدينة برشلونة لجميع الطلاب من جميع الدول، وكذلك والطلاب حاليا متخرجين أو الذين يدرسون في مرحلة الليسانس والماجستير يمكنهم التقديم. هذا البرنامج يهدف التدريب لتزويد الطلاب مرحلة الليسانس والماجستير بفرصة إجراء البحوث الصيفية. الهدف من البرنامج هو تشجيع الطلاب من أي جنسية، هناك مجالات تدريب مختلفة مقدمة من هذا من هذه المنظمة أو من هذا المعهد الدولي في إسبانيا. الآن سوف نقوم بشرح طريقة التقديم على هذه الفرصة المميزة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بالنسبة للدولة المستضيفة هي إسبانيا، وبالضبط في مدينة برشلونة. أما الدول المتاحة لهم التقديم فهي متاحة لجميع الدول منها الدول العربية. أما الجهة المانحة فهي CRG Summer Internship، وهي المعهد أو المنظمة التي سوف تقوم بتمويل هذه الفرصة. المراحل الدراسية التي يمكنهم التقديم على هذا فرصة التدريب، فإذا كنت في آخر سنة أو في السنة الثالثة أو الرابعة من مرحلة الليسانس يمكنك التقديم، كذلك إذا كنت في مرحلة أو في السنة الأخيرة من مرحلة الماجستير يمكنك التقديم على هذه الفرصة، أو حاصل على الشواهد إما شهادة الليسانس أو شهادة الماجستير وكذلك يمكنهم التقديم عليها. بالنسبة لمجالات التدريب يمكنك اختيار مجالات التدريب، هنا العلوم البيولوجية وفروعها، البحوث الطبية الحيوية بفروعها، العلوم، وكذلك هنا سوف تجد التخصصات أو مجالات التدريب التي يمكنك اختيارها. بالنسبة لمميزات المنحة فهناك راتب شهري قدره 600 أورو. 600 أورو فهو راتب شهري يكفيك في أوروبا وخصوصا في إسبانيا، لأن المعيشة في إسبانيا رخيصة وتعتبر إسبانيا من أرخص الدول الأوروبية بالنسبة للمعيشة. كذلك سوف توفر لك تذاكر طيران ذهابا وإيابا من بلدك إلى إسبانيا، وهناك وجبات الغداء مجانا أيام العمل. أما بالنسبة للمستندات أو الأوراق التي يجب عليك توفيرها من الأبليكيشن المنحة، توفير خطابات التوصية أونلاين، وكذلك نسخة من شهادة التخرج وبيان درجات أو آخر مؤهل دراسي حصلت عليه. أما بالنسبة من مدة التدريب فهي شهرين، من يوليوز حتى سبتمبر 2022. شروط التقديم: شهادة اللغة الإنجليزية ليست إلزامية عند التقديم، يمكنك التقديم بدون شهادة لغة، وكذلك متاح للطلاب مرحلة الإجازة المعروفة بالليسانس، وكذلك للطلاب الماجستير. بالنسبة لآخر موعد للتقديم هو 20 مارس 2022، كموعد آخر موعد للتقديم عليها. الآن سوف نقوم بالطلع على الإعلان الرسمي للمنحة بالضغط على هذه الأيقونة. سوف نذهب مباشرة عبر هذا الموقع، هنا سوف تجد جميع المعلومات المتعلقة بهذه الفرصة كمدة التطوع وكذلك فترة التطوع، التمويل وغيرها من المعلومات، وكذلك كآخر موعد للتقديم على هذه المنحة. كيف يمكننا التقديم؟ مثلا سوف نقوم بالذهاب إلى هنا ونقوم بالضغط على قدم الآن. بعد الضغط عليها سوف نذهب مباشرة على برا هذا الموقع. بالنسبة لنا كيف يمكننا إنشاء حساب؟ يمكننا إنشاء حساب على هذا الموقع بالضغط على روجيستر. بعد الضغط عليه سوف نذهب إلى هذه الخانة هنا. هنا سوف تقومون باختيار يوزر نيم الخاص بكم، يمكنك أن تقوم مثلا اسمك محمد، تقوم باختيار محمد 65 أو 87، يعني يوزر نيم الذي يناسبك. وهنا سوف تقوم بإدخال الإيميل الخاص بك، بعدها تقوم بالضغط على accept وتقوم بإدخال الكود متواجد هنا بإدخاله هنا، بعدها تقوم بالضغط على create new account. بعد الضغط على create new account سوف يقومون بإرسال لك لينك عبر حسابك الإلكتروني، عليك فقط تفعيل الحساب وبعدها اختيار كلمة سر التي سوف نقوم بفعلها الآن. بعد الضغط على create new account وهنا سوف تجد a welcome message referring a string has been sent، سوف تجد رسالة، عليك فقط تفعيل اللينك. بعد الضغط على اللينك سوف تخرج أو سوف تذهب إلى هذه الصفحة، عليك فقط الضغط على log in، سوف نقوم بالضغط عليها. وهنا يجب عليك إدخال كلمة السر التي تريد إدخالها، إعادة كلمة السر، وتقوم بالضغط على plain email only، وبعدها تقوم بالضغط على I accepted، وبعدها تقوم بالضغط على save.
والآن وفي هذه الصفحة سوف نقوم بإدخال المعلومات المتعلقة بنا، ومنها الاسم الشخصي، الاسم العائلي، جندر ذكر أم أنثى، العنوان، الإقامة، المدينة، الكود بوستال، بلد الإقامة، كذلك إدخال الرقم أو الهاتف الخاص بنا، إدخال الإيميل، سنة الميلاد، كذلك الجنسية، وهنا اختيارها Where did you hear about؟ كيف علمت بهذا البرنامج؟ سوف تقوم باختيار السوشيال ميديا أو أشياء أخرى. بعد ذلك تقوم بالضغط على Next Selection للذهاب إلى المرحلة الثانية ومرحلة Education. هنا سوف تقوم بإدخال مرحلتك السابقة، يعني دراستك السابقة والحالية. هنا كليت أكاديمي أنستيتيوت، اسم الجامعة، وكذلك الدجري، مرحلة الباشلر دجري بالنسبة لليسانس أو الماجستير، سوبجكت أريا يعني موضوع يعني أو التخصص، كذلك تخصص الدراسة، لوكيشن. هنا سوف تقوم بإدخال grade point average GPA، هو نموذج للتنقيط بالنسبة، هناك نموذج تنقيط بالنسبة 100 على 100، بالنسبة 20 على 20، وهناك تنقيط بالنسبة لي سوف تجد على 4.3.9، وعلى حسب كل بلد ولديه نظام التنقيط. كيف يمكن معرفة النظام؟ مثلا حاصل على 13 على 20 كمثال، كيف يمكنك معرفة هذا الرقم، يعني هذا المعدل، كيف كما ما يساويه في جي بي اي؟ هنا مثلا سوف تدخل الى هذا الموقع المتواجد هنا، وسوف تقوم بحساب النقطة او المعدل التي انت حاصل عليها بكونفرتيها الى جي بي اي. وهنا سوف تقوم بادخال اكسبيداد، يعني تاريخ حصول على الشهادة او الانتهاء كذلك. وهنا تقوم بارفاق صورة من ترانسكريبت بيان درجات او الشهادات إذا كنت حاصل على الشهادة، أو إثبات بأنك في آخر سنة من المرحلة الليسانس أو الماجستير. بعد ذلك تقوم بالضغط على Next Selection. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الإكسبرينس، يعني خبرات العمل، إذا كنت حاصل على خبرات العمل مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة سوف تقوم باختيار يس وإدخال معلومات. إذا لم يكن لديك أي خبرات عمل سوف تقوم باختيار نو والذهاب إلى الخانة الموالية وهي Scientific انترست، وهنا سوف تقوم باختيار التخصص الذي تريد الحصول على فصل التدريب من خلاله. هنا سوف تقوم باختيار التخصص الذي يناسبك، كمثال سوف نقوم باختيار جينيتيك سيستم. وهنا please describe what hope to gain through your participation، مثلا هنا سوف تقوم بكتابة مقال صغير تشرح فيه لماذا وما هي دوافعك للتقديم على فرصة التدريب واختيار هذا التخصص بالضبط، وما المنفعة التي سوف تستفيد منها من الحصول على هذا فترة التدريب في هذا التخصص. بعد كتابة المقال كمثال سوف تقوم بالضغط على Next Selection للذهاب إلى الخانة الخاصة بالريفيرنس أو أشخاص الذين سوف يقومون بالتوصية من أجلك. هنا سوف تقوم بإدخال خطابات توصية، يعني من شخصين سوف يقومون بالتوصية من أجلك. هنا إدخال الاسم، الإيميل، الهاتف، البلد، كذلك سوف تقوم بالضغط على Send Request. بعد الضغط على Send Request سوف يقومون بإرسال لهم إلى أشخاص الموصين رسالة بأنك محتاج إلى توصية، وسوف يقومون بملء الخانات أو الأشياء التي سوف يقومون بإرسالها لهم. يعني الشخص الذي سوف يقوم بالتوصية من أجلك يجب عليك إعلامه لكي يقوم بالتوصية من أجلك. بعد ذلك لا بعد ملء الفراغات أو ملء المعلومات سوف نذهب إلى الخانة Submission، وخانة Submission هي آخر خانة هنا لتفقد المعلومات ومعرفة المعلومات. وهنا تقوم بالضغط على Yes I accept، بعدها تقوم بالضغط على Submit، وهنا بعد الضغط على Submit تكون قد قدمت على هذه الفرصة. فطريقة التقديم ليست معقدة، عليك فقط تتبع طريقة الشرح. أما بالنسبة الخاصة بالإدوكيشن، بالنسبة للخانات التي يجب عليك ملؤها كمثال سوف نقوم بالرجوع، الخانات التي هي إلزامية هي التي لديها نجمة حمراء، أما الخانات التي ليس لديها نجمة حمراء فهي اختيارية مثل إدخال النقط، يمكنك أن تتركها فارغة والذهاب إلى Next Selection. وهنا نكون قد انتهينا على التقديم على هذه الفرصة، يمكنكم التقديم عليها وسوف تجدون الرابط التقديم في صندوق الوصف. شكرا على مشاهدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.